إذن مرحبا بكم مرة أخرى، ضيفنا الرئيسي الأستاذ ناجي جلول، ومعنا أيضا الممثل الكبير مهذب رميلي والشاعر الغنائي الكبير حاتم الجيزاني. سي ناجي جلول، باش نبداو توا في الحوار السياسي، الحوار الرئيسي في الحلقة. سي ناجي جلول، حزب جديد أسسته اسمه الائتلاف الوطني التونسي. نحب نسلك، اسكو البلاد ناقصه حزب جديد بعد اكثر؟ لا خلينا نكمل، خلينا نكمل طريقتي انا، مختلف مازلت ما كملت 16 مرات. قلت لك يا سيناجي شنو باش تقول لي 200 حزب في يا سمير، باش تقول لي 200 حزب في البلاد؟ خليني نكمل، ايش اسمك في بلاصتي وخرب؟ لا علاش جيب بلاصتي، نجم نخدم صحافي راهو، انا جاب نعرف فهمت. خليني نسلك، يعني سيناجي حزب جديد وعندنا ديجا 200 حزب، اكثر عن 250 اكثر، اي اكثر. شنو باش تعمل في زحمه الاحزاب الموجوده اللي اغلبها عاجزه مكروهه راقده فاسده زاده، اغلبها معناها فاشله، فيها زوز احزاب معناها طالعين، وثم شكون يقول اليوم نظريه، وخاصه تابع قيس سعيد الرئيس قيس سعيد يقول انه الاحزاب انتهى عهدها وانتهى زمنها. اليوم في وسط 250 حزب سيناجي جلول اسس حزب نو 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 ايفن مو، معناتها أشكرك تأسيس حاجة. حزب اليوم لا ماهوش سيت ان نو ايفينمون، اي بيسيرش برشا حوايج نو ايفينمون، خاصة تأسيس حزب الرسول صلى الله عليه وسلم كي جا في مكة، الحزب الرسول كي جا في مكة، الحزب عدد 250 مش تشبه بالرسول بيان سور، يعرفهم الذباب برشا نوع، يقول مش جا في مكة، جا بعد 500 دين تمشي لين تلقى 300 دين وتلقى 300 حزب كيف كيف، وعايشين بسلام العباد. في الانتقال الديمقراطي البرتغال 500 حزب، الساعه الموجودين ناس كوم احزاب ولا لا؟ الساعه ما فماش 250، فما 250 بتيندا، فما ربما 10 احزاب ناشطه، وال10 احزاب هذم الناشطين حسب رايي يعيشوا كلهم في ميكروكوزم سياسي يمثل 25% من التوانسه، واضح 75% من التوانسه، 75% التوانسه الا كرهوا السياسه وكرهوا الاحزاب ونفروا من الاحزاب وكل ما قاش روحهم في هذاك. ما انا عملت لهم حاجه ان شاء الله يلقاو روحهم فيها، قلتها وحدك، كرهوا الاحزاب، الناس فدت من الاحزاب، كرهوا الاحزاب ما عادش تمن بحاجه، كرهوا الاحزاب تاع الشعبويه، تاع فلان بيه وتاع الاخوان جيجا بيه ومتاع اسد من النظام بيه ومتاع الشعب ويرود بيه ومتاع البترول والملح، كرهوا الشعبويه وكرهوا الناس اللي تقعد. احنا نحبوا نعملوا السياسه بالحزب هذا بعقلانيه، بالعقل، بالشان العام، بمشاكل العباد، بالله نسال العباد اش تحب؟ باهي خلينا نسال. اللي انا اللي انا السياسه هذه انا عملتها سابقا، عملتها في معهد تونسي للدراسات الاستراتيجيه، وقدمت حلول للبلاد، قدمت حلول في الاقتصاد، قدمنا حلول في الثقافه، قدمنا حلول وما سمعوناش، وعملتها في وزاره التربيه وقت اللي مشيت لمشاكل وزاره التربيه. باهي. اللي هي الرقمه تو يبكيو عليها الرقمه، انا نشوف في نتيجه، انا نشوف في نتيجه الخدمه نتاعك هذاك، علاش التعليم بخير والبلاد بخير ومشيت والاساتذه راضين والمعلمين راضين والمعاهد مريقله والمدارس مريقله، انا نشوفه في الازدهار. لا صلحت 4000 مدرسه، ما صلحت مع حد، خلينا لقيتهم طايحين، فهمت؟ 4000 مدرسه داكوردو، تو الناس ولات وبحذنا استاذ، تو الناس ولات في الرقرات، الاستاذ ينجم يشهد على الاخفاقات، عندي اخفاقات، اما يشهد انا ربما قرر في مثلا تصلحت في عهد ينجم يشهد. باهي خلينا نرجعوا له سيدي. اكثر فتره بتاع بنية المدارس الجديده كان بزيرو مليم. باهي خلينا نسال. وقت اللي انا بديت، لا وقت اللي بديت هبطوا لي جماعه الطباشير، جماعه اللي هبطوا وزاره التربيه، راهو صارت مشاكل وزاره التربيه في عهدي غريبه شويه، راهو هبطوا اساتذه ولا ما عادش نسميهم، يا جلول يا حسين يا جاك بالرجاله، راهو صار هذا، راهو صار هذا، راهو معناها وما صار حتى حد يتكلم، راهو فما اشياء قاعد تصير في البلاد غريبه شويه. شنو معناها صار هذا؟ ثم وراها شكون؟ بيسور فما وراها شكون؟ وقت الاساتذه هتفوا، وقت الاساتذه قالوا لا، يا دي اسمع اسمع يا سيدي، وقت الاساتذه قالوا لا مطالب ماديه، لا مانيش عندك يا خويا، شنو مطالبك؟ قالوا لا تسمع شو معناها؟ يا سي ناجي طيحوا شو معناها؟ اللي اسقطوك معناها شعب الاساتذه. لا شوف انت تحت شعب الاساتذه، اسمع شوف انا كانت علاقات الاساتذه ما يحتفظوش بذكرى باهيه من عهد وزارتك وانت وزير. شكون قال؟ الاساتذه كانوا يعتبروك، اغلبهم كانوا يعتبروك كابوس في الوزاره. انهم الاساتذه هاك الظاهر، هاك قال 5000 على 5000، راك تعرف شكون يعتبرني كابوس؟ هاك الظاهر وقدام يعتبرني كابوس 5000
استاذ اجازه مرضيه طول المدى. هاو هاو استاذ لا 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 وقريب من النقابه. هاو استاذ وربما شارك في المظاهرات ضدك. شاركت انت؟ لا سامحني انا دي نقابه وزاره التربيه كانت عندي علاقه متميزه. شاركت في المظاهرات هذيك انت؟ ما كانش في المظاهرات. خليه يجاوب هو. خليه يجاوب. لا خليه يجاوب. خليه يجاوب سيناش. شفت كي تقمع في معك وزير راك. خليه استاذ يتكلم. انا جاوب ضدي. 5000 استاذ ياخذوا في الشهريه من المال العمومي. فهمت؟ واخدين اجازه مرضيه. خلي دافع على الزملاء. من مجمعه في البلاتوات عندك. اه سامحني. خليه قلت كلمه. سامحني. لا لا تو انت مسيت جزء من الاساتذه. خليه يجاوب. لا خليه يكمل. 5000 عمل اداري. اه 5000 انا تعرف شو عملت؟ مشيت شكيت بالطب اللي عاطينهم الورقه. شكيت بيه بالطب. 5000 و5000 10000. 5000 اساتذه. لا لا يا اخي كمل لك اساتذه هذو اي اساتذه معلمين اللي يعطيو شهاده طبيه مزيفه ماشي يجيبو يعطيهم طبيب شهاده مزيفه. وعملت ليست نتاع الاطباء انا عملتها وقدمتها للوردر وشكيت بيه بالطب. 5000 5000 استاذ 5000 زائد على النصاب. تعرف معناها زائد على النصاب؟ معناها يكون في القصرين ناقصه استاذ يجي لتونس زايد على النساء. باهي خليني 15000 هذا نتاع باهي خليني ناخذ راي. لا ما نجمش يلزم ناخذ راي. شوف انا مانيش باش نجاوب بالمنطقه. ربما خليه يجاوب. لا لا سامحني يا ودي ما تاثرش عليه يا استاذ راه ماكش وزير سي ناجي عاد. خليه يجاوب استاذ هو تو خليه يجاوب. هو اولا استاذ وزميلي. ايه وقبل لا تتعصف عليه. لا لا شوف ما خليناش يتكلم يا سي ناجي وتربطنا علاقات الزمالك. خليه يتكلم وما جبتش بطاقه التعريف نتاعي فيها استاذ تعليم عالي فيها وزير. شو قاعد ياثر فيه تفضل سي ناجي. لا لا شوف استاذي شوف ما نجمش نجاوب المنطق القطاعي يعني بمعنى انه منزهين وما نعرفش ولا هو قطاع ككل القطاعات وانا في كل القطاعات ما نجمش ما عنديش الانتماء القطاعي لك لا انتمي لا للقطاعات ولا للاشخاص. فطبعا فما بعض المشاكل اللي كان يحكي فيهم وهذا صحيح لكن زاد فما اخفاقات فما نجاحات فما اخفاقات. شوف بتاتر نتصور انه ما نعرفش ممكن المشكله هيكليه في الوزاره في حد ذاتها. وزير التسيير في حد ذاته وزير التسيير فكره وزير التسيير اللي احنا قاعده موجوده في تونس في افضل الحالات باش يخرج من المرحله الوزاريه بتاعه ببعض الانجازات. احنا مشكلتنا انه في تونس ما فماش وزير تفكير وزير اللي يحط مخططات مستقبليه للقطاع بتاعه. هذه هي مشكلتنا اللي يجي يخلط على مرمه من فرنسا يصلح اللي نجم يجي يصلح هذه ساعات يطبها يعملها يدقدق الاخرى من غادي توفى المرحله يخرج على روحه ويجي الاخر كيف وتقعد يعطيني تصريحاته. عندك تعليق على تصريحاته حول الاساتذه ولا طبعا طبعا وقت خليه طبعا 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 انا يؤسفني بين قوسين ممكن في التفاعل نجم نتفاهم خاطر انا ساعات زاد كنت فيها نقول حاجات مثلا شعب ذو جماعه التباشير. جماعه التباشير هم اساتذه فينا المو معنا سي جلول معنا تباشير يا استاذ موجود يا سي تباشير. لا لا لا, لا, لا سامحني يا سي جلول يا سي جلول موجود راو التباشير وموجود الطابلو المنقوبه وموجود الفار يجري في الكلاس اي نقول لك انا كنت في رقابه تعليم الزعالي وموجود هاو هنا في تونس ما نحكيوش في اقاصي البلاد هاو هنا في تونس شوف يا سي جلول في بالك في بالك فما مدرسة إعدادية وبجنبها معهد ثانوي وعندهم تواليت واحدة يعني جماعة هذوما كي يبداو باش يمشوا للتواليت يمشيوا للمعهد اللي بجنبها يعني راهو فما وضعيات كارثية. قالوا لي نقابات قالوا لي وزير التسوق ما عنديش فلوس المبالغة في الجانب هذا موضوع آخر. شنو نعملوا ما عندناش فلوس شنو نعملوا مشيت دبرت موضوع آخر هذا ليه نفس الجماعة اللي هبطوا لي يا او جاتك الرجاله وما نعرفش يا جلول يا حثاله دار شك في رجوليتهم انا لا 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 سامحني لا لا شك في رجوليت. اسمع هما نفسهم انا قالوا وزير التسول وكي تجيهم تقول لهم راهو استعوا يغتر مشينا جبنا راهو مليارات يا سي مهذب. لا معناها المفروض تدافع على زملائك خلينا نتعدى. لا فما هما زملائي زاد نجي نقول لك حاجه. لا لا خليه انت وزير مش من موقع عندنا هما زملائي يا مهذب. نعرف هما زملائي نعرف لكن خليه يتكلم. لكن شوف نجي نقول لك حاجه احنا شنو مشكلتنا من بعد الثوره هو هل اسقاط والتسقيط لكل القيم ولكل معناها اي حاجه قيميه في المجتمع سقطناها فولا فوالا فولا الاستاذ انا نستغرب شويه من السجل شكون يقول خلنا نسلك سؤال وزير كيف من اسباب تشليك الاستاذ ثم اساتذه يقولوا انه ناجي جلول ساهم في تشليك الاساتذه
صحيح ولا هذا؟ شوف ما نجم ينكر حتى حد. صحيح ولا فما جانب من المكتسبات هذا ثابت واكيد، راه فما مطالب قديمه ووقع اكتسابها، ما حتى استاذ ما نجم ينكر الشيء هذا في عهد سي نجي جلو. وي وي، خاصه على مستوى الوضعيه الماديه لبعض الاساتذه والمنح ما نعرف شنو هذا، هذا راه مذكور ما نجموش ننكروه. واضح. المشكله فقط وين؟ انه في وقت من الاوقات سي جلول اعتقد انه فعلا هو قال توا بسيتمون وقت يحكي على وقت يحكي على الفتره بتاعه، يعني مارس السياسه اكثر من موقع الوزير، هذه ممكن هذه المشكله، وفعلا كانت نسب وقتها يعني نسب هذه الاستطلاع الراي كان طالع هو سي جلول. سي جلول يعني شنو فما تعمل. فما سي جلول اللي يعرف يعمل الباس، يعرف يعمل الشو، الكومينيكاسيون يا وي بطريقه كبيره برشا، ولكن ثم مواقف تحسب له. مثلا انا نتذكر وقتها كنت في مدرسه في المدرسه الاعداديه نهج سكيكدو باش تحول باسم الشهيد شكر بليد، فاول ما تخلوا وقتها قال عمل لك قال انا راني مش وزير هنا انا جاي نرجع لك. من ثم مواقف يعرف نرجع سي ناجي شوف بيقول فيه سي ناجي عايش خلي نقدمه قبل هو زميل قبل. شوف انا نعتبر الوقاع تشليك الاستاذ من عهد بن علي، وقع تشليك الاستاذ وتشليك الاستاذ الجامعي وتشليك المثقف، وطلعوا لك نطريه ولا طرابلسيه، راهو تشليك الاستاذ واكبر عمليه اجراميه في تاريخ تونس هو تشليك رجل التعليم. وانا رجل التعليم راهو رجل التعليم راهو انا عند الساعه ياك تقول كنت تقول جماعه بشير وتستعمل في الفاظ معناها مش باهيه. وبالنسبه لي انا كشديت وزاره التربيه اول كلمه قلتها قلت ساعيد هيبه المدرس به. واول حركه خلينا انا خلينا نقدم سي ناجي سي ناجي اول حركه عملتها مع سي الباجي تعرف شنو هي؟ هذا نحكيها لك. هي في الزيادات الشهريه بتاعهم عركه اتهمتوا باغراق ميزانيه البلاد، واتهمني مستشار تاع سي الباجي بوبليكمون دافع على منصب سي حتى هما مش لا انا شوف خاطر هما تقويوا عليك برشا خاطر وزير دافع على الشهريات. انا بديت نعمله في برطمانات، بديت نعمل في القرى لان الاستاذ الجامعي يسكن في قربي الاستاذ ولا يسكن، بديت نبني لهم في ديار معناها فكرت بيه. انا بديت نفكر شوف كي جيت انا وزاره التربيه معلم لا لا ما نقعدوش برشا لهنا سي ناجي سي ناجي يعيشك لا 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 يعيشك خلينا نقدموا في الحوار لا لا خلينا نقدموا السياسه خلينا نمشيو للسياسه مازال عندنا حوار اتهامي اتهامي بتشليك هذا اتهموا برشا بالعكس بيه. انا اكثر واحد دافع خلينا نقدموا ودايور اكثر مره وقع ولات التربيه شان عام ولا يحكوا عليها العباد يا سي ناجي عايشك خلينا نقدموا به. سي ناجي جلولي اسس حزب جديد رئيس حزب اسمه الائتلاف الوطني التونسي، يعني في الوقت هذايا كما قلنا 250 حزب فما بريسك تزيدهم انت حزب جديد. رصيدك في الانتخابات 0.37 انا دايور كي شفت 0.37 نسخيلها نسبه السكر في الدم معناها فريمون باش نسبه نتاع خلينا نكمل السؤال يا سي ناجي راك عندك مشكله ما تخليش الناس تتكلم لا اللي في بجنبك لا انا لا لاني ما خلينا نكمل سؤال انا اسمع فيك. خارج من انقاذ حزب محطم اسمه نداء تونس انقاذ مشاء اشلاء خارج من اشلاء باتيندا منتهيه الصلاحيه اسمها نداء تونس غادرت حكومه شاهد مطرود باقاله على شنو معمل سي ناجي؟ شوف معناتها على شنو معمل باش تتاسس حزب جديد وانت معناتها ديجا اعتزلت السياسه ورجعت فهمت انا ودي نكمل سؤالي انا 2011 انتخابات 2011 كنت صفر فاصل شنو هي؟ في انتخابات 2011 كنت صفر فاصل كنا صفر فاصل وهبطونا جماعة النهضة 0-0-0 ومجموعة صفر فاصل 2014 مع نداء تونس انت بعد 10 سنين راك 0.37 في الانتخابات الرئاسية انا مش معاك يا ولدي معناتها اللي انتخبوك العائلة والجيران هذاك هو 2011 انتخبونا العائلة والجيران كيف كيف 2014 حققنا حاجة تاريخية لأول مرة في تاريخ العالم الإسلامي كله تشوف فيه الاسلاميين يخسروا بالصندوق عمرهم ما خسروا بالصندوق انت انا كنت انا مش معنى عملوا ربيع نداء تونس 2014 انت ولاول مره الاسلاميين يخرجوا بالدم خرجوا بالسلميه هذوما الزوز معجزات حققناهم في 2014 نداء تونس صارت له ليزور دو بوفوار خمس سنين ليزور دو بوفوار في فتره انا نظام سياسي ما سالتكش على نداء تونس سالتك على شخصك يعني شخص على مسيرتك السياسيه مرتبط بنداء تونس انت راجع من فشل اليوم راجع من احباط راجع من ياس راجع من اعتزال لا احباط راجع من 0.37 لا عندي لا احباط واسست حزب شوف لا عندي لا احباط ولا فشل
انا كنت وزير تربيه ناجح. خرجت من الباب الصغير. لا 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 شوف، انا كنت استاذ جامعي ناجح، عندي 16 كتاب ومترجم 10 لغات. هذا حاجه لا لا وناجح، استاذ جامعي ناجح، كنت وزير تربيه ناجح داكور، وناجح اكثر من، وعندي انجازات وعندي خفاقات، وكنت مدير عام معهد الدراسات الاستراتيجيه ناجح، والمعهد هذاك في وقت انا عمل برشا دراسات سي كيف، وكنت زعيم في نداء تونس ناجح بعد انتخابات. خمس سنوات خسرنا انتخابات لان نداء تونس اولا وقع اختراق، وتعرف نداء تونس وقع اختراق واضح، اخترقت حركه النهضه به وكسرتهم من الداخل واضح، وكسرونا الناس. انا تصورنا كنا نتصورهم تبدلوا، اتفقنا لهم ما تبدلوش، وانا اليوم نعتذر لان الناس هذو اتفقنا بهم ما تبدلوش، للاسف الشديد ما تبدلوش، احنا كنا ما تبدلوش ما تغيروش، كنا نتصورهم تغيروا 2014 ما تغيروش ولن يتغير. وانا عندي زعيم في النهضه قياد النهضه قال لي للاسف الشديد رشد غنوشي مشكلته معاكم عنده ثأر، تهزيمته 2014 حب يعمل ثأر وكسر نداء تونس، وكان وراه تكسير نداء تونس للاسف الشديد. الشيخ رشد غنوشي كسر نداء تونس بسور. وكيفاش وقع اختراق الداخل عن طريق ولكن جماعه تعرفهم انت اختراقوا نداء تونس. يودي فما ناس كانوا شكون الجماعه اللي نعرفهم مين؟ ما نعرفهمش. فما انا مره شكون الجماعه؟ شوف انا مره شكون الجماعه؟ حتى نعطيك حاجه باش نقول لك شكون الجماعه؟ مره داخل المعهد داخل البرلمان عرض وزير البحيري قلت له شنو نور الدين؟ قال لي تعب، قلت له نورمال رئيس الكتلات. نور الدين البحيري كان رئيس الكتلات، رئيس الكتلات نداء تونس كان يخدم على هذا. دي سامحني معنا والناس الكل تعرف هذا. دي الناس الكل تعرف هذا. يا اخي وقعت خيانه رئيس كتل مش كتلات نداء تونس وقعت خيانتنا من الداخل. لحساب حركة النهضة. شكون اللي خانكم؟ يا ودي صبيحين النهضة. سمينا الخونة. بعد الناس كنت تعرفهم، تدي تعرفهم. شكون؟ تدي تعرفهم. يا ودي خيانة نسأل فيك، نسأل في بلاصة ما تفرج. ما نحبش نسمي. شكون الخونة اللي في نداء تعرف؟ تخرجوا في وثائق على خرجوا ترجيع السري، خرجوا يملى ساميات. اللي هما شكون؟ يقراهم نقولهم انا مادام اعلني. ما نقولهمش، يا ودي ما نقولش. ما عندكش الجرأة. يا ودي ما خدمتش بوليس قبل انا. ما خدمتش صباب. ما خدمتش خباز. خدمت صورهم كلكم طالب. خدمت فيردون ويفي بريك. شبيك على الصباب؟ شبيك على الصباب؟ صبوا بيك برشا؟ نكره الصباب ما نحبهمش. مجاهرب. والله نعتبر الوشاية جريمة. وحقهم عاقبوهم. الوشاية جريمة. أنت عمرك ما مارستها سلياجي؟ والله نكرهها. مع سلباجي؟ مع سلباجي عمرك ما مارستها؟ مقرونة الصباب ما نحبهاش. ما نحبهاش، الصبة بتلجيش ما نحبهاش. مقرونة؟ الصبة بتلجيش ما نحبهاش. نكرهها، هذاك علاش معها ما نكره الصبابة بار تمبيرامون. فما كانت عندي داتور تصير تقعد بعدها يبداو تعرف سجلوني قداش من مره وزير سلباجي وشراوا له تليفون مثقب فهمت يسب ويقيد فما يا ودي ثم واحد نائب في نداء تونس نائب كبير مشى للتلفزه قال هاو عندي تسجيل ما عملوا له حتى شيء. هذا هو انحدار القيمي في المجتمع التونسي. انا كان ضحيته الاستاذ وضحيته المبدع وضحيته المفكر وضحيته الممثل ضحيتوا المبدعين والمفكرين والمثقفين. بورتون هما يقولوا عليك اللي انت كنت تصب السلباجي سامحني في الكلمه. ما نعرفش نصب انا بطبيعتي. أبو؟ انا اكثر واحد كنت اتعارك مع السلباجي. اما نحترمه. ونؤمن بالمركزيه نتاع الحزب ونؤمن بالحزب. شكون ممول الحزب نتاعك الجديد؟ تعمل في تنسيقيات، عندك فلوس، توفر في امكانيات. ما عنديش حتى مقر مركزي تو نجيب فلوس. تعمل في تنسيقيات. جماعه معايا مولوا في رواحهم. انا ثم رجل اعمال وراك. انا كنت في حزب اسمه البي دي بي، كنا انا كنت ندفع كل شهر 100000 البي دي بي. وتوا منين الفلوس؟ المنخرطين مش مولو. عندك منخرطين ديجا؟ اوه عندي تنسيقيين في كل معتمدين. انا نقول نعم عندي تنسيقيين حاليا في كل معتمدين. قداش عندك من منخرط؟ انا قلت لك عندي تنسيقيين في كل معتمدين. شنو منين طلعتهم تنسيقيه؟ وقتاش خدمت؟ سريه كانوا؟ الناس اللي تؤمن بالناس الجدول تؤمن في هيكل نداء تونس هذايا. لا فيهم شكون كان في الجبهه. وبرشا كانوا في الجبهه، برشا يساريين، ابريتو انا جي لا ماغوش راه انا راه كنت وطد معناها ما نسيتش تاريخي راه. سي ناجي تحب ولا تكره في حياتك صعود سريع في وقت من الاوقات كوزير تربيه ما ننكروش هذا شعبيتك ارتفعت كنت في المرتبه الاولى قعدت برشا في المرتبه قعدت عمين في المرتبه يا رسول يا ربي خل نكمل سؤالي يا سي ناجي يديك ما تخلينيش نكمل جمله تنقض علي تنكز علي خل نكمل ملهوف على الكلام لا مش ملهوف خل نكمل سي ناجي في وقت قعدت عامين في المرتبه الاولى في السونداجات هذا نشهد لك به شعبيه طالعه ولكن الصعود السريع تتالى من بعد تلاهو نزول سريع جدا وساعة تحت من فوق تيحة خايبة برشا خنكمل سؤال تحت تيحة خايبة برشا يا سي ناجي
وخرجت من الباب الصغير يا سي ناجي. معناتها نحب نسألك سؤال واضح. لأنه ما جات شكاكة تيحة نتاعك. إقالة من وزارة التربية وقت اللي أنت في طنبك في ذروة النجاح نتاعك والشعبية نتاعك. معناتها مشيت المنصب مدير دراسات الاستراتيجية اللي هو منصب آخر بعيد شوية على المراكز القرار. شكون اللي كان وراء التحتيمة هذه؟ برشا. اتحاد الشغل وإلا لسعد يعقوب؟ لا وإلا النهضة وإلا يوسف الشاهد؟ لا شوف اتحاد الشغل لا بصراحة، أما ربما بعض النقابات في اتحاد الشغل نقابات لا تنتمي إلى فكر سياسي أنا ما نحبوش. باهي. أنا من دعاة الأمة التونسية فقط كان النقابات هما اللي طيحوا. معناها فما عركة بتاع عبد الناصر وبورقيبة ربما ترجع الدفاري شوية. فهمت؟ أولا ثم بصراحة فما اللوبي الفرنكفوني في البلاد هذي، اللوبي قوي ياسر. قوي. اللوبي الفرنسي. فرنكفوني ما قلتش فرنسي. أي. إلى حد فرنسي فما نائب من حركة النهضة قال كلمة اختراء ياسر الجمعية هذي وتعدات هكا. شكون؟ قال ثم اختراق أجنبي عن طريق السيدة نادي عكاشة، سمعته قال ولا لا؟ مديرة الديوان الرئاسي. إي. كلام اختير تقال هذا. وتعدى نورمال في البلاد هذي. لا تقال أكثر من هكا. كل يوم يتقال كلام اختير في البلاد. معناها المسؤولة لا قالها نائب في حركة النهضة مش اللي يجي. أو قال هذه الموجودة. قالها سيد الفرجاني. هو نائب هام. قال بربي عايشك من فضلك. توا سيد الفرجاني كل حلقة تجبدونا سيد الفرجاني. ويفهم السيد اللي احنا مستهدفينه. أنا بالنسبة لي هو نائب. لا يعيش. في أول حزب. سيد الفرجاني تجبد الحلقه اللي فاتت مشى يكتب ستاتيو قال باش نقدم قضيه ومعلومات غلط او جبدها لك قال هو ما عندي حتى مشكله ما 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 تدخلناش في تصفيه حسابات ما تدخلناش في تصفيه حسابات ما عندناش مشكله مع سيد الفرجاني نولي كاني انا عندي مشكله مع سيد الفرجاني كل جمعه يتجبد لي في البرنامج قال اختراق اجنبي عن طريق نادي عكاشة به نادي عكاشة راهي الشخصيه الثانيه في مجلس الامن القومي راهي مش نبورتقيره سي جراف نورمالمون يعيطنوا النيابه اليوم تعيط شنو الحكايه؟ باهي واضح. ثانيا دخل كلام خلينا نكملوا حوارنا على فلوس جايه من برا. نعم فلوس جايه من برا الحزب وتعديت هكا الحكايه. برشا كلام يتقال كل يوم. لا فهم التهمات كل يوم كلام كثير. انت متاع قطر، انت متاع الامارات، انت متاع فرنسا، ايه والمشيل. هذاك علاش عملنا حزب؟ قلنا السياده الوطنيه سي ساكري. وهذاك علاش ما عنديش جنسيه اخرى. حزب السيادة الوطنية. ثانيا احنا كحزب مش نطالبوا من السيد محافظ البنك الرسمي عن طريق عبد المنفذ يا خويا الفلوس اللي تمور في الاحزاب قلنا عليها شنو هي؟ يعرفها هو. ما هي الاحزاب تاخذ فلوس من برا. خاطر سامحني كي كنت في نداء تونس ما خذيتوش فلوس من برا. انا ما خذيتش. انا ما نحكيش عليك انت. ما يهمنيش. انت وقت قيادي في نداء تونس. سؤالي واضح. ما خذيتوش فلوس من برا. مانيش انا من مال. برئيس سلمى. ما خذيتوش فلوس من برا. ما نعرفهاش. انا ما نعرف هاي يحكيوا على فلوس من الامارات ما نعرفش مع الباليش مع الباليش سمعت بها كيما الناس كل سمعت بها كيما الناس كل ما شفتهاش انا بالنسبه لي انا يعني. بالنسبه لي انا نطالب وبعثنا مش نبعث غدوه للمحافظ برك مزي كيفاش ما شفتهاش انت قيادي في الحزب ما تعرفش مصادر تمويل حزبك يا ولدي ما تجيش اللي العبث اللي تحكي عليه تمارس فيه كيفاش انت كنت قيادي في سامحني سامحني ولا سمير نعرفك انت انسان ذكي وتبارك الله عليك اليوم ملا غالب اليوم ملا غالب ما جبتوش انا كنت عنصر في حزب ما كنتش رئيس الحزب وزعيم الحزب كنت قيادي بارز كما كانش عندي بيرو كنت قيادي بارز وفاعل في الحزب ما كانش عندي بيرو في تونس سبا فري وتسال لي على وزاره التربيه والتحالف مع الحزب انا كنت وزير ما كنتش رئيس حكومه انا كنت وزير شكون ترجع لك اسالني على وزاره التربيه ما تسالنيش على حكومه لا نسال على نداء تونس انا تو على تمويل نداء تونس في الوقت اللي انت فيه لا الرئيس نتاعو كيفاش؟ لا يعني ما تحملش يعني ما تحملش المسؤولية انا كنت عضو مكتب التنفيذي يعني بلدي. يعني تنشط في حزب ما تعرفش مسار التمويل وعادي ينجم يكون انا مش انا مش بالي مصادر التمويل وهذا انا نعرفه نداء تونس لان نعرف ممولين هاك سمعت اللي هو ثم فلوس من برا ما شفتش كان شفت نهار فلوس ما شفتش من برا ما شفتش وما ذقتش ما خديتش حد فرنك نداء تونس انا حد في الحمله الانتخابيه ما خديت حد فرنك انا الحمله الانتخابيه عملتها بكرامتي وبعد لوحتها ايباف وعملتها انا ما خديتش من لي من نداء تونس ونتحدى اي انسان يقول لي جلول لا نتحدى مازالونا خمسه دقائق يقول لي جلول خدا خمسه من نداء تونس خمسه دقائق معاك وبعد يولي الحوار جماعي علاش يقول القايل علاش سي ناجي جلول ما اختارش الطريق السهله في العود يكون حزب يمشي الحزب موجود وبارز
وعنده شعبية يأخذ القطار وهو يسير يمشي مع عبير مثلا عبير موسي ربما تشترك انت وياها في بعض المواقف وتستعمل في نفس الفوند كوميرس نتاعها اللي هو معادات النهضة وسبان الإسلاميين ومهاجمة الإسلاميين وشيطنتهم بريسك تشتركوا في هذا اللي هو الفوند كوميرس اللي ناجحة به عبير موسي. أنا نسب في الإسلاميين استنى ولي عمره والشيطان تحد اي خل نكمل سؤالي يا رسول الله تقول لي بحوايج كمل ايه جاوب من بعد جاوب من بعد يا خوي علاش ما دخلتش مثلا مع عبير اللي في وقت من الاوقات قلت فما حاجات تشتركوا فيها يمكن اقرب الموجودين اللي كان فما حاجات نشتركوا فيها نشتركوا في مسألة الدولة الوطنية نشتركوا في الإرث البرجيبي نشتركوا في مدينة الدولة وهذا واخر حزب ليه حزب عبير حزب تجمع ولا مش تجمع اولا تجمع مشي حزب دستوري لا هم يقولوا هي تقول حزب دستوري لا شوف الدستوري الحر لا سامحني شوف فما فرق ما بين شوف فما الحزب الحر الدستوري ايه تجمع فما ايه الحزب الاشتراكي الدستوري ايه وثم التجمع الاشتراكي الدستوري سامحني مش نفس الشيء شوف الحزب الاشتراكي الدستوري اللي انا قراني حزب من وسط اليسار يوم بالدولة الاجتماعية يوم دور الجمعية انا قريت بليش الحزب التجمع جاء بعد الباس بعد الإصلاح الهيكل الاقتصاد هل هو حزب ليبرالي إيه عندك مشكلة مع التجمعين؟ لا ما عنديش مشكلة أنا عندي مشكلة في عهد بورقيبة في مش صحة خاصة في عهد بن علي وليت ما عادش نمشي نداوي في السبيطار في عهد بورقيبة فما كان المؤسسة العمومية في العهد هذا الخراب زاد بيان سور وهذا شنو العهد هذا يواصل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية يواصل ثم 50 عائلة ثم 50 عائلة تنفذوا اقتصاديا ريعيا وكانوا قراب لبن علي ومواصلين نختم بالسؤال هذا قبل ما نخرجوا فاصل ونرجعوا مع ضيوفنا ثم رسالة كتبها سي صادق شعبان إلى رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد وهي الرسالة الثانية طلب منه برشا طلبات من بينها حتى الانقلاب على الدستور وأخذ السلطات في يده وإنقاذ البلاد سميه هو إنقاذ أنت معها ولا ضدها الرسالة رسالة ممتازة جدا انت رجل دولة فاهم التوازنات تمساق شعبان راهو كان مدير عام مركز دراسات استراتيجية سنوات اي فما شكون يقول عليه كلام ماخر خايب اللي هو كان في عهد القمع منظر للقمع منظر للديكتاتورية كان وزير عدل في عهد الظلم كان وزير عدل في عهد القهر هذا شكون يقولوا عليه ناس اخرين مش صوتي انا صحيح ولا لا وشكون قال غلط اي ولا فما برشا فما كلام ماخر هذا مش رايي انا هذا راي ناس اخرين لا شوف دولة تتبدل كان هو في منظومة سياسية معينة هك تمدح فيه انت تو تبدل الأمور والناس تتغير شو قالك سي صادق اليوم ما عملش مراجعات ما نعيبه وانا على عبير موسي بصراحة إلا ما قامش مراجعات ما نعيبه على اليساريين أصدقائي عبير موسي ما عملش مراجعات ما عملش مراجعات بيسير مو أول مراجعات تقوم بها عبير موسي ونولي نحترمها أكثر عبير موسي عبير موسي راهي خلطت على التجمع في العام الاخراني في العام الاخراني نحكي على حزب تحكي على الفكره نحكي على اشخاص انا ما نموش بالاشخاص مراجعات نتاع عهد بن علي التجمعين اللي انا انتفعت عليهم انا كنت ظن العزل وتعرف هذا وجيت عنده ومن الناس اللي وقفوا ضد العزل راجعوا عن مراجعات النقد الذاتي راهو شوف النقد الذاتي ثقافه والاعتذار ثقافه حتى على السي صادق شعبان نفس الكلام كيف مع الناس كل ما يبداش هو رجل ممتاز هو استاذ جامعي وكان وزيري ونعرف وقت اللي كنا وزراء كان عارفك وكي كان هو وزير وانا واحنا معنا كنا في الصف الاخر كان يحترم الزملاء الكل كان يتعامل معنا كزملاء السي صادق وذا يحسب له هو ونزهر بعوني يحسب له الله يرحمه الا كانوا في التجمع اما تعاملوا معنا كزملائهم كي كانوا وزراء متاعنا شوف انا مش نقول لك على حكايه كنت نخرج وفاس ورا مش كمل تسمع بيها ابراهام لانكولون شنو ابراهام لانكولون تسمع بيها بيان سي الرئيس امريكا السابق كان اقل لك حر العبي جوك جماعه الجنوب قالوا باش تعمل ديما كي تسال هكا تسمع بيه كانك انت تعرف كهو تعرف كان انت قالوا باش تعمل ديما هكا سؤال احتقاري تسمع بيه لا سمع هذا نعشقوا السيد هذاك فهمت تو هكا تو قالوا ما نعرفش روحي وين ماشي ما نعرف انتهيتو انا عملت حزب نعرف روحي وين ماشي اما نعرف جماعة هذم الميكروكوزم الام العشر سنين وهما واحد قال مش ردها كيما سويسرا واحد جاب طهار البنات واحدة قالت معناها انتهوا انا شكون تقصد كلهم انتهوا الميكروكوزم انتهوا باش تبدا انت انا تخاف في السونداج تو الاولين انتهوا باش تبدا انت تبدانا ونعرف روحي باش نربح لاني انا انت قادم من النهايه ديجا لاني مش نكون نقيض الشعبويه نقيض الشعبوية نقيض صراع الديركة نقيسك جماعة تتناطح في البرلمان
جماعة السابعة في البرلمان أك جماعة أنا ما قرأوش كتاب في حياتهم قرأوا مضمون الولادة متاعهم برك باش يكتشفوا لهم مولود ذكر هذا مشكلة مع المعلومة نخرجوا فاصل شاري ثم نعود